أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أتحدث اليوم عن الحذر من تناول الفول السوداني إذا لاحظنا نمو العفن عليه. الفول السوداني أو ما يسمى فستق العبيد نبات جيد التغذية نتيجة محتواه العالي من البروتين والدهون المشبعة والغير مشبعة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات. ما ألفت الانتباه إليه وأركز عليه هو أن الفول السوداني قد ينمو عليه نوع فطري معين يسمى أسبرجيلوس فلافوس، وذلك بسبب بعض الظروف البيئية أو نتيجة سوء التخزين. هذا الفطر يظهر على شكل عفن أخضر مائل إلى الأصفر، قد نشاهده على عرانيس الذرة الصفراء أيضا، وهو ينتج مادة كيميائية سامة تسمى السموم الفطرية أو الأفلاتوكسينات. وجد أن هذه الأفلاتوكسينات تؤدي إلى التهاب الكبد أو سرطانة الخلايا الكبدية. لذلك عند ملاحظة وجود عفن على قشور الفول السوداني أو على عرانيس الذرة فلا نتناولها، فهي شديدة السمية وتسبب السرطان حتما. دمتم بخير.